الطفل الكريم متابعينا الأعزاء ومستمعينا الأفاضل، التحية تتجدد بتجدد هذه الانطلاقات من أرضية عاصمة ميادين السباقات من ميدان الوثبة في ملتقى سن الإذاع. الإبداع والإمتاع والقوة والمنافسة دائما تجدونها في هذا السن الذي يحمل هذه الشعارات المميزة والكبيرة والعملاقة التي أتت من جميع الميادين للمشاركة في هذا الصرح التراثي الكبير وهذا الميدان الذي دائما يحتضن من مثل هذه النوعيات. ينطلق شوط جديد من أشواط الخير والبركة وهو شوطنا الحادي عشر والذي يحمل منافسات الإبكار من فئة المحليات الأصائل. نتمنى التوفيق دائما للجميع وإلى مرسى اللي على المركز الأول بشعار المفاجآت. هذا مبارك بن محمد بن نصر العامري يتصدر المشهد ويتقدم على المركز الأول، بينما المركز الثاني وصولا من تكريم القادمة خلفان بن سعيد بن خلفان بن حمود المقيمي يأتي على المركز الثاني، بينما انتقل إلى المركز الثالث إلى سراب حمد بن سعيد بن غدير الدرعي، بينما انتقل للمركز الرابع وأجد الحضور هنا في هذه اللحظات من شفة لمحمد بن حمد بن محمد الشامسية، بينما المركز الرابع سمحة محمد بن سويد بن قشمان المنصوري، وخامس المراكز وصلت جواهر، مجموعة من الجواهر وليست بجوهرة واحدة. هذا محمد بن حمد بن علي بن محمد النعيمي يصل في هذه اللحظات، والشهنية القادمة لعبد الله بن سالم بن حمد بن يطبع العامري، والكل يتقدم من أجل الفوز، الكل يتقدم من أجل الفوز ومن أجل الانتصار ومن أجل الإبداع الجميل. هنا كما تشاهدون عبر قناة ياسا المتابعة في بث حي ومباشر في هذا الصباح الجميل ومن قلب الحدث في الأجواء وزخات الأمطار، كذلك تشاهدونها هنا في هذا الميدان وفي هذا المكان الجميل والرائع والمميز. وكما يقال الجو غيم وخابرك تعشق الغيم، دايم تقول ان المطر لمة احباب الله. اذا اعود الى المركز الاول، اعود الى الصدارة، اعود الى مقدمة الشوط هناك مع انطلاقة هذا التحدي ومع هذا الانطلاق المميز والتحدي الكبير والجميل والرائع والمميز هنا في هذه الانطلاقة الجميلة على أرضية هذا الميدان. إذا بن نصر يا بن نصر يا بن نصر، هنا من يتقدم، من يتصدر، من يتسيد ويتميز ويتألق على المركز الأول مقدما لانطلاقة مرسى. مبارك بن محمد بن نصر العامري 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 وعماري العامري يتصدر المشهد بالماضي المشرف، بالماضي الجميل، بالذكريات التي ترافق هذا الشعار في حله وترحاله وفي انجازاته عبر السنين، عبر الشهور، عبر الايام. هذا بن نصر ممثل من ممثلي ابناء الساد البواب 11، اشتاقت الى النواميس، اشتاقت الى الابداعات يا بن نصر، والجماهير يتابعون بكل لهفة واشتياق. انتقل للمركز الثاني، فمن اجد الحضور من تكريم القادمة لخلفان بن سعيد بن خلفان بن حمود المقيمي يصل في هذه اللحظات، ووصلت بالمركز الثالث وتحركت شفة
لمحمد بن حمد بن محمد الشامسي، يقدم لنا شفة هذا الاسم الذي يتكون من حرفين، يتكون من حرفين، يقدم لنا شفة. المركز الرابع وصلت جواهر لمحمد بن حمد بن علي بن محمد النعيمي، من اللي وصل، من اللي تحرك، من اللي تقدم، هذه الشاهنية لعبد الله بن حمد بن حمد بن يطبع العامري. وصل ايضا شعار اخر يقدم لنا افعال في يوم الافعال، في يوم الابطال، في يوم يجمع ما بين هذه الاسماء، هذا محمد بن سعيد بن مسلم العفاري، العفاري بن مسلم، ما منا سلام، ما منا سلام، تحذروا وشدوا الاحزمة. وصلت اسراب حمد بن سعيد بن غدير، الدرعي الدرعي، والتحرك يبدأ، التحرك يبدأ. بالمركز السابع من سمحة لمحمد بن سويد بن قشمان المنصوري، لكن الألف ومئتين المتبقية والأخيرة، لكني بعود إلى المركز الأول، إلى الصدارة، إلى المقدمة، إلى المعركة، إلى الصراع من أجل الفوز. الكيلو الأخير يا جماعة، هذا الكيلو الذي يرعبني، الذي يتعبني، الذي يحمل دائما السرعة والمفاجآت. جواهر يا جواهر، أنت جوهرة ما بين هذه الجواهر المتناثرة، المتناثرة في الميدان. لكن جواهر على المركز الاول يقدمها محمد بن حمد بن علي النعيمي، 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 يطير، يطير الى المركز الاول، ينطلق. بينما المركز الثاني سمحة، هنا محمد بن سويد بن قشمان المنصوري، بن قشمان القادم، القادم. لكن ارى هجوم يا جماعة، ارى غنايم من طول الغيبات يا بالغنايم، هذا سالم بن محمد بن شميل الراشدي، وصل، ووصل على المركز الرابع افعال، افعال القادمة لمحمد بن سعيد بن مسلم. ووصلت ايضا هنا الذيبة لابن يزرب، لكن وين العودة الى جواهر، 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 يوك 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 يوك، وصل، وصل، وغنايم، غنايم، 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 من طول الغيبات يا بالغنايم، سالم بن محمد بن شفيل الراشدي يحتضن هذا الفوز والانتصار الجميل. المركز الثاني وصلت فيه جواهر محمد بن حمد بن علي بن محمد النعيمي. المركز الثالث كانت حاضرة سمحة محمد بن سويد بن قشمان المنصوري. المركز الرابع مع افعال محمد بن سعيد بن مسلم العفاري. المركز الخامس كانت الذيبة للسعيد بن الصغير بن علي بن يزرب العامري. إذا متابعينا الكرام، في مشهد ولا أروع، غنايم تحتضن هذه الغنايم وتقتنس الغنايم بناموس هذا الشوط، 9:22 وثلاثة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك غنايم سالم بن محمد بن شميل الراشدي على هذا الفوز والانتصار الجميل. بينما المركز الثاني 9:23 ثلاثة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك جواهر محمد بن حمد بن علي بن محمد النعيمي. المركز الثالث 9:23 سبعة أجزاء من الثانية. كانت أفعال محمد بن سعيد بن مسلم العفاري. تهانينا والناموس للجميع الفائزين.